ويحاول أن ينميه أيضا. كما والحقيقة أن سياسة السيد رجب طيب أردوغان من 20 سنة أي عاقل في الدنيا يفهمها. يعني هو رجل يتدرج بقدر ما يستطيع في وصول بالشعب التركي إلى الغاية التي هو يريدها، وهو لم يستطع أن يصل إليها بعد لا شك. فده نقطة مهمة حتى في العقيدة. يعني الإنسان عندما يكون مضغوط في العقيدة وعنده عذر مباح له أن يكفر. سيدنا عمر بن ياسر ليس القصة مشهورة يعني معروفة، هذا الرجل خاض في النبي، هل الصحابي الذي يعلم أنه على الحق وأنه لو قتل سيقتل شهيد، ومع هذا عندما يضطر أن يخوض في النبي صلى الله عليه وسلم يخوض فيه ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله فعلت كذا وكذا، قاله إن عادوا فعد. إذن هناك ما يسمى ضغط على هذا الإنسان لا يستطيع أن أن يأتي ما يريده، إذن فمسموح له ومعذور من الله سبحانه وتعالى إلى أن يستطيع. وكلنا رأينا في الانتخابات الأخيرة كيف أن العالم بأكمله يقف ضده، ضد رجب طيب أردوغان. العالم بأكمله لا يسانده إلا الضعاف من الناس الذين لا حول لهم ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، اللي هم يعني أناس مستضعفون ليس لهم في مشارق الأرض المغربية ليس لهم يد، وبعض الدول على استحياء، يعني بعض الدول تسكت يعني كانت على الحياد ليس أكثر من ذلك، لكن الدول العظمى بأكملها كانت لا تريد رجب طيب أردوغان، وأنفقت الأموال، وبل ربما أنفقت الأسلحة، وربما أنفقت الأفكار، وربما هي التي أدارت العملية الانتخابية، وربما أعطت الوعود للحزب الأحزاب المعارضة إلى آخر ذلك، كل هذا لإزاحة رجب طيب أردوغان. لما؟ لأن هؤلاء يفهمون جيدا أكثر منا حقيقة أن رجب طيب أردوغان أمام مشروع مهم جدا، لو نجح رجب طيب أردوغان في هذا المشروع سوف لا يقف أمامه أحد من من الدول القوية أو الدول العظمى، فلذلك هم يريدون تعويقه من الآن وصرحون بها. هذا شيء ما يعني نحن لا نقولها أسرار، إنهم يصرحون بذلك أن رجب طيب أردوغان سوف يستولي على كذا وسوف يسيطر على كذا وسوف ينشر المشروع الإسلامي وإلى آخره. يعني هل نستطيع أن نستدل بقول الشافعي إذا أردت أن تعرف أهل الحق فانظر إلى أهل الباطل من يرمون بسهام؟